بيشرفنا يكون معانا النهارده دكتور امل رزق، رئيس مسابقه ميس ايجيبت وميس ايكو انترناشونال وميس ايكو تينز. يعني النهارده مسابقات ملكات الجمال في مصر. تمام. ازيك ياسر، عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده بعد في الاول ميس ايجيبت، بقى احنا دلوقتي عملنا الكاستنج النهارده بتاع ميس ايجيبت، البدايه بتاعته. احنا كنا قسمنا المسابقتين اساسا، خلينا التين لواحد يوم من 15 ل 19، والنهارده من 20 لغايه 29. فالبدايه النهارده كنا مقسمين البنات كده جروبس على اساس ما يبقاش فيه اختلاط كتير، ونراعي المسافات والقصه ديت علشان الكوفيد 19. وطبعا معانا لجنه التحكيم زي ما انت شفت كده، متخصصين، في ناس في الجمال، ناس في الفاشن، والعدد كبير. العدد كبير قوي اللي قدم بصراحه، بس احنا يعني بندي فرص كتير قوي للبنات ان هي تقدم على اساس نختار بيست ذا بيست. يعني حضرتك كنت اعلنتي ان في جزء من المسابقه هيبقى اونلاين. هو فعلا كل التين حصل كله اونلاين، يعني كان قدموا 600 ابلكيشن او 600 وشويه، وفلترناهم، وبعد كده عملنا الانترفيوز كلها اونلاين، كل المقابلات اونلاين، والسلكشن كله اونلاين. والمفروض النهارده هيجوا بالليل بقى اللي هو هاف لوك، بس نبص عليهم كده اللوك العام ايه. بس هو فعلا ده كل الجزء ده كان اونلاين. دكتور، تلات مسابقات كبار في مصر، ده بي بي بيعمل ريسك معاك قد ايه؟ وخاصه ان كان في يعني كورونا الفتره اللي فاتت، وحضرتك كنت يعني ما بتبطليش تفكير ازاي تطلعي المسابقات برضو السنه. والله بص، يعني هو احنا وانا كنت اي بليف ان انا كنت هعملها ان شاء الله، حتى لو كنت هعملها على اخر السنه كنت حاطه كذا بلان يعني ان احنا نعملها، لان احنا عندنا بيبقى عدد كبير قوي من البنات بتقدم، وبيبقوا قاعدين مستنيين المسابقه ان هي تبدا يعني. ف اللي حصل بقى ان احنا قلنا نبدا الكاستنج كده وناخد مرحله مرحله على اساس نراعي بقى موضوع اللي هو المشاكل اللي هي ممكن تجي لنا من موضوع الكورونا دوت. فعملنا زي فصلنا كده دول، وعملنا جزء اونلاين، وبعدين ده هنعمله جزء كاستنج، وبعدين هنبعد شويه ونعمل بقيه الايفنتات عرضه على مجموعات جروبات صغيره، ما يبقاش العدد كبير ويبقى كله مع بعض، على اساس ان احنا نظبط القصه دي برده ونبعد عن موضوع الكورونا دوت. هتقبلي كام في كل مسابقه وعدد اللي تقدمه اصلا؟ والله انا عندي مشكله في الموضوع ده جامده جدا، لان انا عندي الكاتيجوري بتاع التين اللي هو المراهقات كان الابلكيشنز كتيره جدا، ولما جينا عملنا لهم انترفيو كلها اونلاين، كل البنات معظم البنات بتتكلم كويس جدا، فوصلنا ان احنا يعني من 650 لغايه 68 بنت، والمفروض ناخد 20 بس. فيعني هنختار، مش عارفه بصراحه، يعني هيبقى ذا بيست ذا بيست يعني. ومس ايجيبت برضو غالبا هناخد نفس النمبر كده 20 25 من العدد الكبير ده كله، لان جالنا اعداد كبيره قوي، الناس برضو قاعده بقى كورونا، وكانت قاعده بقى مستنيه فراغ. انا شايف في مسابقات بتربي كلاب، وفي مسابقات يعني، وقالوا بقى ما صدقوا بقى المسابقه فتحت، يلا بقى نقدم. فالعدد يعني كان مهول بصراحه يعني. بس ان شاء الله يعني ممكن على شهر اخر شهر 10 نعمل الفاينل. هتعمل في الماسة برضو ولا؟ احنا دايما كل شغلنا مع الماسة الحقيقة، يعني ناس كويسة قوي وفاهمة الشغل كويس، واحنا we have a very good relation معاهم وcooperation مع فنادق الماسة عامة كلها. نشكرك يا دكتور، واتمنى المسابقة. Thank you.